تفضلي. يا سلام. بونجور سعادة الرئيس. نائب الرئيس. بحال الرئيس بحال نائب الرئيس، المهم راه الحضور كاين. الله يحفظك، شكرا، ميرسي بوكو سيدي. سمعي، واش العائلة ديالكم كلهم بهذا الجمال تبارك الله وهذا، يا سلام يا سلام. مرحبا لالا، مرحبا. ربي يخليك، ميرسي بوكو سيدي، صراحة تكلم لي بزاف على ولد خالتي وهيب، داكشي علاش جيت أنا شخصيا باش نتكلموا على المهرجان إن شاء الله إذا سمحتي. إيه بطبيعة الحال، وهيب خصك تعرفي وهيب، وهيب موهوب من عند الله. انا دائما ندعمه، دائما كندعمه في المجال الفني ديالو تبارك الله، لانه غيكون عنده مستقبل زاهر، وانا فرحان ان القمر جا عندي فوق النهار. يا سلام يا سلام. هذا المهرجان علاش كيتكلم؟ واش ديال الخيل؟ واش ديال لا المهرجان على القفطان المغربي ديالنا. يا سلام، القفطان المغربي ما كرهناش صراحه، ما يبقاش منحصر في مراكش، ما كرهناش نشوفوه في اوروبا وفي العالم، يا علاش لا؟ معلوم حنا الوزاره ديال الثقافه ووزاره السياحه كيوصيونا على القفطان، تيقول لنا اي حاجه فيها القفطان خصكم تهلاو فيها، تستقبلوها وترحبوا بها، لان القفطان هو التراث ديالنا. او لا يا سيدي الرئيس، شكرا والله الا فرحتيني بهذا الكلام. لا العظيم احنا معاك لالا، وغندعموكم في هذا المهرجان الا سمحتي واحد نص دقيقه. مرحبا سيدي. شكرا، مرحبا. الله يطول بالك. مرحبا ولدي وهيب، تعرف ديالي هذا ديريكت مازال لها كلها. الله يبارك فيك، انا راه معجب بك، واخا كتشوفني مع اختصاص نقلق عليك وداكشي، ولكن لان حاسب بحال خويا الصغير بغيت نسولك على هاد السيده قمر. معقوله يا قمر؟ معقوله، كل ما كانش معقوله نجيبها لك. وبغيت نسولك واحد السؤال اخر، هي مزوجه ولا مزوجه؟ لا ما مزوجاش. يا سلام يا سلام، الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي. الله شوف، الله له حكم. شوف انا عارفني انسان معقول ديريكت وجود، انا عارف اللي كاين، ما عندي لها لها، عارف اللي كاين، ما عنديش في الشك. دابا بغيتك توقف معايا، توقف يعني الان. انا نوقف معاك؟ توقف معايا. باش توقف معايا؟ لا توقف معايا في هذه المساله اللي غنقول لك دابا، لانها مهمه. هادشي غنقول لك كيهم المصلحه ديالنا جميعا. انا دابا عرفتي وليداتي عندي، وهاد الايامات كنقلب على انسانه اللي غتشاركني حياتي، وغتربي معايا الوليدات. وبان لي في هاد السيده انها كاين احساس هكاك جا من السماء، بان لي بحال ربي رسلها ليا، قمر رسلوا لي الله، لانها على وجهها بين الطيبوبه. وقلت زعما اذا كان ممكن انني نتناسب معاك، انت راه ولد خالتها، نتناسبوا يعني تهضر معاها وتشوف اذا كان عندها استعداد انها تتزوج بيا. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، الزواج هرب للطاعه. وقال لك خطب لبنتك ما تخطبش ولدك. وانا احس لي الشرف. هاي دابا انا عارف كبير انا، وانت دابا غتخطب لبنت خالتك. انا اسعد انسان في العالم. الله يبارك. شوف غادي تخرجوا دابا، هضر معاها وداك الشيء، واذا كان حنا شوف يدو في دخوه ضربت لسقط كحل في البيض من غدا، ما نتسناوش، ما كاينش، انا موجود. شوف هي واش موجوده، وشوف معايا اذا كانت موافقه ما نتسناوش، انا بغيت داكشي يجي رباني. خذ ديال الامر مولاي احمد. صافي صافي، الدعم ديالكم مقبول. لالا قمر، حنا طولنا عليك شويه، هضرنا مع الاشياء اللي هي شويه فنيه. نعم. شوف يا لالا، انا جد معجب بالمشروع ديالكم، فهمتي؟ حنا هذاك البيجي ديال الزفت غنحيدوا الزفت، خليوه هذا العام غنخليو الطرقان محفرين، وغادي نهزوا ذاك البيجي اللي كنا دينا الزفت، وغادي نزفتوا به المهرجان. بغيت نقول لك غادي ان شاء الله نعطوه للمهرجان. الله اكبر. ونتعاونوا معكم. الله اكبر، شكرا. باش القفطان يمشي بعيد. ما شاء الله. باش البلاد ثقافيا تمشي بعيد. باش ليماج ديال المغرب ثقافيا تمشي للقدام ان شاء الله. تبارك الله عليكم. شكرا سيدي، والموافقه ديالكم على المهرجان كدل على انك انسان مثقف، انسان تبارك الله وطني، وكيبغي هذه البلاد، وكيبغي التراث المغربي الاصيل ديالنا، وواحد مني ان شاء الله غادي نوصلوه للعالميه. يا سلام. يلا تبارك الله عليك. شكرا لالا، تبارك الله عليكم. تفضلوا 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 يا وين تفضلوا. شكرا. يا سلام، تفضلوا. سبحان الله، سير سير ولدي، سير سير سير. يا سلام، الله، هذه أرسلها الله سبحانه وتعالى، هذه جابها الله، ولكن خصني نكون ذكي، خصني ما نقولهاش ليهم في الدار، خصني ضربت لسقط، هذه غادي نفضي معاها من غدا، وغادي نوجد العشاء ونفاجئ العائلة بها، ونجيب العدول ضرب لك حال في البيض. وها هو تجوز احمد، ما عند فاتين ولا ناميم ولا فاطيم ولا تعد، وتبا ما يسك الاخبار. يا ربي تسهل يا رب. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمه ميزيدور وإير دو ريش بوند.